صباح النور، صباح الخير، صباح الورد، يا الوريدات يا الكبيدات يا الشحيمات ديالي الزوينين. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله، وكنتمنى لكم السعادة، وكنتمنى لكم كل حاجة زوينة. جيت نبدا لكم الفيديو في هاد الجردة الزوينة، هاد الجردة اللي دوزت فيها طفولتي، الطفولة ديال بنياتي، الجردة ديال ياسمينة بالمي ما بين المدينة وبالمي. جردة فنة واعرة زوينة، كان فيها البارك، هذا هو البارك ديال وليداتنا فين كبروا، كان بارك كبير وزوين. الحمد لله، اللهم لك الحمد، والله يطول لنا في عمرنا ويطول لكم في عمركم يا ربي، وتشوفوا الحاجة الزوينة. اليوم راني جيت بواحد الفيديو كما كتعرفوا، أي حاجة خيبة زوينة، فرحتي، الحزن ديالي، كل شيء، الافراح الاحزان ديالي، كل شيء كنشاركهم معاكم الوريدات ديالي. كما كتعرفوا دائما راه كنقول لكم كنكمل 3 شهور خصني نشوف طبيب القلب. اليوم راني جيت بدلت الطبيب عاوتاني بدلت الطبيب، مشات عند اختي ومشى عند راجلها. المهم طبيب عاودوا لي عليه مزيان، وانا كنقلب على شي طبيب اللي غايقول لي راك وليتي مزيان وينقص عليا عدو. والله وليداتي ماشي تاع الفلوس، الفلوس كتمشي وتجي، واللي بقات على الصحه لهلا يبقي بابا، غير على المعده ديالي طابت، ما بقيتش قدرت ناخذ الدواء. المعده ديالي طيبه بالدواء ديال السياتيك، وكمل عليا هاد الدواء ديال القلب والطونسيون اعصاب والراس. الحمد لله، حمدت الله وشكرته، اللهم لك الحمد، حمدت الله وشكرته يا ربي، كنحمدك وكنشكرك. واليوم راني جيت عنده، بغيت نشارك معاكم، وقلتها لكم، قلت لكم راه ملي نمشي عند طبيب غادي نشارك معكم الطبيب ديالي. الحمد لله دعيو معايا، يلقاني وليت مزيانه ان شاء الله، ينقص عليا غير الدواء شويه، ويبدل لي واحد الدواء ديال الطونسيون والقلب. هي كما قلت لكم كنبقى حاشاكم، كيدير لي البول حاشاكم، لا حياء الدين، كنبقى غاده جايه. الحمد لله، اللهم لك الحمد، وخليكم معايا، انا غادي نطلع، واخا دايرين معايا 10:30، راني جيت بكري. الحمد لله، اللهم لك الحمد، شكرا لكم. وباش ما كان راني غادا نجاوب وليداتي، دعيو معايا. شوفوا هاد الجردة الزوينة، هادي راه البدية ديال بالمي، هاهي هاهي البدية ديال بالمي اللي هي ها، هذا شارع الزرقطوني. إيوا هادي الثانية، الجردة الثانية، وكاينة الثالثة، وكاينة الرابعة، وغادية حتى المدينة. أنا دابا الطبيب يمكن انت هاد العمارة، يمكن في هادي، حيت غير نعتو ليا دابا، نعتت ليا بنت اختي، وانا جيت ديريكت في هاد العمارة العالية. انا غادي نمشي، ما عرفتش حتى اش من طبقة. وهذا الشيء اللي كاين الوريدات ديالي، خليكم معايا باش ما كان غادي نخبركم ان شاء الله. الموبل هو هذا، ديري لي الدخلة زوينة، شتي راه الجردة مقاتلة هي. ها هو واقيلا غادي نشوف واش هو هذا، لا ماشي هو. المهم غادي نقلب. ها هو خوتي، انا مشيت للموبل الغلط، القرضيه ناعت لي الموبل الغلط. ها هو الدكتور المخلوفي على الدخله ديالو، حتى هو في الجرده. انا مع هذوك اللافتات ما بانتش ليا سميتو، حتى هو جا حدا الجرده. ها انتم شتي، ها هو. دابا انا غادي نطلع الباب، ما عرفتش اش من طبقه بعدا، ما عرفت. الوريدات ديالي، الحباب ديالي، كما كتعرفوا انا دابا خرجت من عند الطبيب. لقى عندي القلب منفوخ، انا كنت قلت الحمد لله راه القلب تفش. لقى عندي الاعصاب، قال لي كتعصبي بزاف، قال لي غير مؤخرا باش تنفخ لك القلب. وانا عارفه راسي تعصبت هاد شي 15 يوم ولا 20 يوم، ولكن الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللي جاتنا عند الله مرحبا بها. دابا قال لي ما غاديش نعطيك الدواء حتى ديري لي واحد التحاليل، ونجيب لي التحاليل اللي دايره هذه 3 شهور. دار لي التلفازه
دوز ليا قال لي القلب عندك منفوخ وعندك عيان بزاف، ادعيو معايا الله يشافيني ويعافيني والله يحفظني لبنياتي. والله يحفظكم والله يشافي كل مريض. دابا انا كنهضر معاكم وكنترعد، الحمد لله اللهم لك الحمد. واش غنقول لكم، الانسان قد ما قد يبعد من المشاكل ويبعد من بنادم، حيت بنادم هو اللي تيعصب وبنادم هو اللي تيقتل. انا كنت بخير، قلبي مزيان، الدواء ديالي كناخدو بداو تينقصوا ليا بشويه بشويه، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. بنادم اللي سلطوا عليك الله راه الحمد لله، تا هو راه كتبوا عليك الله الحمد لله. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي نقول. صحتي بدات تدهور عاوتاني، قلبي رجع تنفخ، العصب عاوتاني رجع ليا الحمد لله، حسبي الله ونعم الوكيل. دابا انا غادي ندير تحاليل، وعطاني الدواء غير باش نقضي، قلت لي حيت ما بقاش عندي الدواء غندير ليهم تحاليل، خرج ليا بزاف ديال التحاليل، غادي نديرهم ونرجع ليه عاد غادي قاد لي الدواء ديالي. والحمد لله اللهم لك الحمد، حمد الله وشكرته على كل حال. السلام عليكم الوريدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى تكونوا على خير وبخير حبابي. كما كتعرفوا البارح مشيت عند الطبيب وتحاليل، خصني ما نكونش واكله. انا اليوم نهار اخر هذا، ولكن نفس الفيديو انا غادي نمشي لعند هذا ديال لابوراتوار ديال التحاليل. انا غادا معايا بدوك التحاليل اللي كنت دايره 3 شهور هادي. قال لي الا كنتي دايره شي تحليله ما ديريهاش، اللي ما دايرهاش ديريها. ودعيو معايا انا غادا دابا نشوف شنو كاين، باش ما كان غادي نخبركم. وهذاك الدواء كما قلت لكم قال لي ما نقدرش نخرجه لك، خصك تمشي تشوفي الطبيب ديال الراس ديالك. الطبيبه الاولى ديال القلب كانت كتكتبوا لي، كتقول لي بلا ما تمشي ثاني تخسري 300 درهم انا نكتبوا لك، كانوا فاهمين مع بعضياتهم. حيت الطبيبه ديال الراس ما عطاتني هذاك الدواء، تصيفطات ليها، صيفطات هي برا الطبيبه القلب، وطبيبه القلب صيفطات ليها برا، ما عرفتش اش فيهم. المهم البراوات كيعطيوهم ليا مسدودين، ملي جبتهم ليها عاد باش خرجت ليا هذاك الدواء هذا. من بعد ولات كتخرجوا ليا هي. سمحوا لي الصداع، راني غاده في الشارع. هذا الطبيب قال لي لا بحال هكا، قال لي داك معدي ما ندير به انا، خصك تمشي على الطبيب ديالك هو اللي عارف شنو يدير. ايه صافي، دابا راه باقي عندي واحد جوج حبات، نشوف غدا ولا بعد غدا ثاني نمشي عنده. الحمد لله اللهم لك الحمد، نشارك معكم طبيبة الراس تاهو ان شاء الله. حبابي انا وصلت دابا، كما كتعرفوا ها هو يا المختبر، هو هذا اللي كاين هنا، اللي كاين هنا في هاد الاوراق هو هذا هنا، ها هو. هذه هي الدخلة ديال الباب، انا ما نطلعش في الاسانسور حيت عا البروميال ولا ما عدوزيها، نطلعها هنا رجليا منها نديرو الرياضة منها سهل قرار. نتمشاو شوية على رجلينا هما، لابوراتوار داخل فين كيديرو داك الشيء. هما هي النمرة 7، كتاخد النمرة من هنا، هاي هادي تاخدو منها الورقة، كتبقاو تسناو تيعيطو ليكم. هاي عاد ندخل عدا عاد نشوف شنو، ندعيو معايا نشوف بعدا شنو اللي غندير اللي ما غنديرش. تقلب ليا هادو اللي دايراهم ما نعاودهمش، ايوا هادشي اللي كاين. تسناو تندخل عندها، نياتي
دعيو معايا خلعاتني، قالت لي عندك شي تحاليل ارجو خصك تاخذهم اليوم مع الربعة. كتزمتني هذه، قالت لي خصك تاخذهم اليوم مع الربعة والاخرين حتى الغدا في الصباح. قالت لي داير لك الطبيب ارجو خصك ديريهم دغيا وترجعيهم، والاخرين حتى الغدا مع الصباح عاد وحده ديال الحشاقه مبوله. يلا قلبي دابا راه كيزدح وكيضرب، كدبش عليكم هي الخلعه، ما عرفتش اش غايقول لي عدي على هذا القلب هذا. الحمد لله وانا كل 3 شهور كنمشي، ما عرفتش كل 3 شهور متبعه مع الطب، دوخوا لي المخ. واحد يقول لك عندك شي حاجه غراف، واحد يقول لك ما عندك والو. قرشتو ديك 3 شهور جيت فرحانه، قال لي ما عندك حتى شي حاجه، ولكن ما داروا لي لا التلفازه لا والو، شافوا على التلفازات القدام حيت هما اللي كدرت عندهم العمليه، درتها في الكلينيك وليت متبعه زعما مع الكلينيك. انا دابا بدلت مشيت على الطبيب واحد اخر نشوف شنو قال لي. انا كنتسنى دابا تندخل ندير تحليلات. قالت لك ارجو خصك ديريهم ضروري ترديهم ليه اليوم. نسميهم الورد، انتوما الوريدات ديالي. واحد الوريده غدير ليا تحليله راه فرحاتني دابا، قالت لي ما تخلعيش، بغيت نكرضى بنيتي والله كلي كنترعد. قالت لي، قلت لها راه خلعتوني، قلت لي هادشي ارجو. قالت لي لا كاين شي تحاليل كيخرجهم الطبيب ارجو خصنا نخرجوهم دغيا والاخرين حتى الغدا. ايوا الحمد لله. انا كتسبق فيا ديك الخلعه ديال هذا، راه ماشي بنادم يخاف من الموت. تجيك ديك الصحه ديالك. والله ايوا الحمد لله. هادشي راه كل 3 شهور كنشوف طبيب، كل 3 شهور كنشوف طبيب. يعني امينه بنيتي امينه، يعني ما كنا نديرش على راسي انا، عا كدرني شي حاجه كنمشي نشوف طبيب. ما داكشي اللي كاين بنيتي ها هي كتوجد ليا دابا ف الله ديما ربي كيعطيني البنات ظريفات زوينات. ربي يخليك، ربي يخليك بنيتي، ربي يخليك بنيتي، ربي يخليك، الله يستر ليكم كلكم، الله يعطيكم داكشي اللي كتمناو. اللي كيخدم شي خدمه واللي كيتمنى شي حاجه ان شاء الله يا ربي. هاي دابا تزير ليا المصوره ما جاتش معايا بونيا بابا صافي. ايوا نتمنى يكون خير ان شاء الله يا ربي. والله بنيتي لي الدوايات عيت بالدوايات، مشيت عند الطبيب زعما قلت باش ينقص ليا الدواء الساعه. كتاخذي الدواء ديال السكر؟ لا الله ينجيني على السكر، الله ينجيني ديال هادشي كامل. لا عندي، عرفت عندي السكر اللي ما عنديش، هذاك الشيء الاخر كلشي عندي. طونسيون عندي، كناخذ الدواء طونسيون، الدواء القلب، الدواء الكوليسترول، الدواء ديال المعده، الدواء ديال الراس. الله يجيبك الشفاء. امين بنيتي امين يا ربي. يعطيك الصحه يحفظك. كنتمنى لك التوفيق. امين ربي يخليك، ربي يخليك بنيتي، الله يعطيك الرضا. الله ينجحك في حياتك تنتية ويعطيك داكشي اللي كتمناه. الله يسهل كاع على هاد الاطباء تما، راه تيديروا مجهود معانا الفرامليه اللي خدامين في هاد لابوراتوار. الحمد لله الله. المهم تشتك باقا تعمري في قراعي بنيتي، الزغايمات تعدم كاع مشاو. اخوتي اخواتاتي، اخوتي اخواتاتي، شحال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. المهم تي الدميم كاع مشى، حيت طالب لك التحاليل بزاف. ماشي مشكلة بنيتي، أنا كاع ما اللي تبقى على صحتي لهلا يبقيها. نتمنى ويكون الخير إن شاء الله يا ربي. شوفي يديك تخلع، نشد يدي نشد. تخلعات عيطات لي بنتي الأخرى، لقاتني كندير التحاليل، قالت لها ماما مشيت بوحدها ما بغيتش.
نهبط حوايج صافي بغيت لك الرضا بنيتي، راه ما شديتش عليك تاع على يديات. شكرا بنيتي، الله يعطيك الرضا، الله يكمل عليكم بالخير. ها انتم بنياتي، انتم شحال تاع القراءه، نتمنوا يكون خير. بنتي ليا باقا عندك مازال سنين اخرى ديال هذه ديال البوله، تقدري ديريها لنا دابا وتعطيها لي دابا واخا مشيت صباح الطوالي، ماشي مشكل واخا الله الله يعطيك الرضا صافي واخا. هانتوما هاهي عطاتني تحليله اخرى، انا غنعطيها اليوم دابا بعدا ما فيا ما نرجع ثاني غدا ان شاء الله. صافي عطاك الرضا بنيتي، شكرا الله يرضي عليك. يلا الوريدات ديالي تسناو معايا النتيجه، دعيو معايا ان شاء الله بنيتي. شكرا الوريدات ديالي، انا خرجت دابا من المختبر، عيطت للطبيب قلت ليه معاش تتسالي، قال لي 3:30 4 صافي مال المختبر، قالوا لي عيطي مع الجوجونس الا لقينا مواجدين، الا لقينا مواجدين راه غادي نعيطوا لك تجي تديهم، حيت قالوا لي هما حتى 4 قلت لهم انا يعطيهم لي قبل. ايوا الحمد لله دابا غادي نتسنى حتى الجوج نعيط ليه وغادي نجي ناخذ التحاليل ديالي. انا دابا خرجت عطاوني الروسي تبارك الله 3000 درهم اهو 3000 درهم باش اي حيت عطاني التحاليل بزاف، تحاليل بزاف ديال الكوليسترول ديال البروده ديال بزاف بزاف بزاف، انا داكشي كننساهم. المهم ماشي مشكل تجي في الفلوس، ما تجيش عف الصحه الحمد لله. انا خرجت دابا لهاد الجريده هادي، جالسه شويه نتنفس ونشم شويه كما كتعرفوا هاد الشجر كيعطينا الطاقه ويعطينا الاكسجين، كنشموا شويه ديال السبيري والهواء هوا ديال الشجر. ايوا الحمد لله الوريدات ديالي اللهم لك الحمد، شكرا شكرا لكم، وغادي نخليكم ترجع ناخذ جواب ان شاء الله ونخبركم. الكبيدات الوريدات الشحيمات الحيمات قول لي على سلامتك. طبيب دابا انا يلا خارجه من عنده، الجريده اللي وريتكم البارح ها سميتو هذا الدوسي، ها هو ديال التحاليل. الحمد لله كلشي عندي شويه 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 من الحاجه اللي عندي صعيبه هي هذه الفيتامين دي، قال لي ما عندك ناقصه بزاف. ايوا قلت ليها دكتور راه الفيتامين دي امتى نقصات؟ من نهار اللي ولينا نعومو بهذوك نهار اللي ولينا نعومو بهذوك اللبسات تاع البحر، تعوم تلصق عليك تبقى النهار كله تمصرصط من تم ركبتنا البروده بقى يضحك. ايوا الحمد لله بنياتي الحمد لله، شوفوا عينيا كي دايره راه طايبين بالبكا النهار كله. انا بكيت خلعت وقلت ليه خلعتيني البارح وخلعوني هادو اليوم، قالوا لي راه عندك داكشي ارجو. ايوا قال لي انا راه داكشي اللي كاين كنقولوا لك دابا، قال لي خاصك التلفازه الكبيره، التلفازه الكبيره كيديرها هو ب 9000 درهم باش كيدير، ماشي 9000 درهم ولي 900 درهم 18000 باش كيديرها. ايوا بنياتي هادشي اللي كاين، السلام عليكم دابا ودعيوا معايا بالشفاء والله يشافي الجميع. يلا السلام عليكم، شكرا لكم.